بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، من قناة عمان الرياضية نحييكم إلى جولتنا اليومية في عناوين الصحافة. ففي أمسية كروية بامتياز نجح منتخبنا الوطني الأول في تخطي عقبة شقيقه الفلسطيني ليتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية وليتصدر خبر الصدارة عناوين الصحافة المحلية. أما عربيا فكان لخسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البلجيكي برباعية وقعها السلبي. وعالميا ارتفعت أسهم المنتخب الإسباني وكذلك البرازيلي في الترشيحات لنيل لقب مونديال روسيا بعد أن تخطيا منتخبي الأرجنتين وألمانيا على التوالي. وقبل الدخول بتفاصيل الأخبار نستعرض وإياكم أبرز العناوين. منتخبنا الوطني الأول يحسم قمة الصدارة أمام الشقيق الفلسطيني بهدف الهاجري. الدولي السابق طلال خلفان يخوض دورة معايشة مع مانشستر سيتي وغوارديولا. قبل المعترك المونديالي المنتخب البلجيكي يمطر شباك الأخضر برباعية قاسية. السيليساو يثأر من المانشافت في ليلة كسر سلسلة لوفا الطويلة من اللا هزيمة. وفي ليلة لا تنسى سحر إيسكو يقود الماتادور الإسباني لقهر التانجو بسداسية. البداية محليا كالعادة، حيث تمكن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من تحقيق فوز مهم على شقيقه الفلسطيني بهدف خالد الهاجري في الدقيقة 86، وهو فوز قفز بمنتخبنا لصدارة المجموعة بعد ضمانه التأهل برفقة المنتخب الفلسطيني للنهائيات الآسيوية المزمع إقامتها في أبوظبي في يناير المقبل، والتي ستسحب قرعتها في 4 مايو. صحيفة الرؤية تابعت فعنونت: الأحمر يحطم دفاعات فلسطين بهدف الهاجري ويتصدر المجموعة. المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وكانت هناك شكوى من سوء التنظيم والزحام على البوابات المحدودة والتي لم تستوعب العدد الكبير من الحضور الجماهيري في وقت واحد. صحيفة كرة وبس من جهتها خرجت بعنوان يقول: الصدارة لنا. وكتبت الصحيفة: الصدارة تحققت، ولا يهم المستوى الفني الذي ترك علامات استفهام كبيرة، لأن الأحمر افتقد للحلول أمام مرمى الفدائي وضيع كل الركلات الثابتة والركنية في 90 دقيقة. وتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة في 6 مباريات بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات المباشرة أمام فلسطين، مقابل 3 نقاط للمالديف ولا شيء لبوتان، حيث حصل الأحمر والفدائي على بطاقتي التأهل للنهائيات. صحيفة عمان بدورها خرجت بعنوان يقول: الأحمر يواصل النجاحات ويسقط الفلسطيني بالضربة القاضية في التصفيات. وحملت الدقائق الأخيرة تباشير الفرح عبر هجمة منظمة بعد تمريرات رائعة بين فهمي وجوهر وسعد سهيل، الذي مرر الكرة في عمق الدفاع الفلسطيني لتجد اللاعب خالد الهاجري، والذي لم يتوانى عن تسديد الكرة بقوة لتذهب للشباك رغم محاولة المدافع الفلسطيني إبعادها، لكنها عبرت الخط وأعلنت عن الهدف والفرح في الوقت القاتل. وبعيدا عن فوز المنتخب الوطني وتصدره لمجموعته في التصفيات الآسيوية، فقد أشار الإعلامي ناصر درويش في مقاله المنشور على صفحات جريدة عمان إلى قرار الاتحاد بعدم منح بطاقات للإعلاميين غير المعتمدين، بمعنى منع الإعلام الإلكتروني من التواجد في الأماكن المخصصة. وفي هذا السياق طالب درويش من الإعلام الإلكتروني أن يكون أكثر تنظيما. نتابع. أخذ تعميم اتحاد الكرة حول إيقاف التصاريح الإعلامية لتغطية أحداث وفعاليات الاتحاد ردود فعل واسعة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضررت من هذا القرار الذي كان الهدف منه تنظيميا في المقام الأول وليس منعا بالمعنى الذي تم تفسيره، خاصة أن أحداثا كثيرة في الفترة الماضية كان لابد من إيجاد صيغة توافقية لها وإيجاد مرجعية للمواقع التي أصبحت كثيرة، بعضها فاعل وله دور مؤثر، وبعضها تسبب في الكثير من الإحراجات. أعتقد أن الفرصة سانحة أمام هذه المواقع أن تعدل أوضاعها ويكون لها شكل قانوني، وأن تساهم بشكل أكبر في إثراء الحركة الرياضية من خلال قوانين وأنظمة وملزمة وعدم الخروج عن الروح الرياضية، خاصة
أننا ندرك أهمية الإعلام الإلكتروني الذي أصبح واقعا ولا بد منه، وعلينا أن نسانده ونقف معه. وإذا كان تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني أمرا ضروريا، فإنه من المهم أيضا مراجعة بعض الظواهر التي تسيطر على الإعلام العماني. وحسب معرفتي بأن هناك تعميما سابقا صدر منذ سنوات يمنع استخدام مسميات غريبة وإطلاقها على الأندية واللاعبين، ولكن هذا الأمر بدأ يتلاشى. وبرغم أن الأندية التي تم إشهارها وتسميتها بأسماء ولايات السلطنة أو وفق وقائع مهمة لم تتم تسميتها بأسماء المارد أو العفاريت أو الملك أو الإمبراطور أو الزعيم أو التماسيح أو الصقور والعميد والعنيد والفارس وغيرها من المسميات التي يرددها المعلقون وحتى الإعلاميون. ومثل هذه المسميات التي جاءت نتيجة تقليد أعمى لا يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وعراقة ولايتنا التي تنتمي لها هذه الأندية. من الجوانب الأخرى التي تحتاج للتنظيم واقع الدورات الرمضانية التي تنتشر خلال شهر رمضان وبدء الإعداد لها من الآن. وكان هناك توجيه بإقامة مناشط ثقافية واجتماعية ودينية خلال الشهر الفضيل للشباب، لكن مع الأيام تم تجاهل هذا التعميم وعادت الدورات الرمضانية وما أكثرها. وزارة الشؤون الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر يمكن أن تنهي الكثير من الظواهر التي بدأت تنتشر، وأن تتم التوعية بمخاطر بعض هذه الظواهر والاستفادة من الإيجابيات ومعالجة السلبيات حتى نحافظ على قيمنا العمانية الأصيلة. انفردت صحيفة كورة وبسب الدولي السابق طلال خلفان وهو يشارك كأحد المدربين المقيمين المتسابقين في مسابقة اكتشاف المواهب لتجري معه حوارا مطولا وتخرج بعنوان على لسانه يقول: المراحل السنية هي الأساس التي يجب أن نبني عليه. وكشف خلفان للصحيفة أنه سيخوض فترة معايشة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا لمدة شهر في فترة الإعداد للموسم. وقال في هذا السياق: أرى أنها فرصة ذهبية لا تتكرر، وسأبذل كامل جهدي وطاقتي للاستفادة من هذه الفرصة. وحول كيفية الحصول على هذه الفرصة قال خلفان: الأمر تم ترتيبه من قبل أحد الأصدقاء في دولة الكويت، وهو وكيل لاعبين معتمد دوليا، وبالمناسبة هو وكيل اللاعب الدولي البرازيلي ديفيد لويز، والرجل تربطني به صداقة ورشحني لهذه المهمة. وعبر صحيفتكم أقول شكرا لعبد اللطيف عبد الله، شكرا من القلب. بدأت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بالتعاون مع رابطة دور الأضواء طرح مسودة برنامج الموسم الكروي القادم وتحديد الملامح الرئيسية لمنافساته المختلفة التي تشمل دور الكبار ومسابقة كأس جلالة السلطان وكأس مازدا بجانب دور الدرجتين الأولى والثانية ومسابقات الفرق السنية. صحيفة عمان تابعت فعنونت: المسابقات تعد برنامجا مثاليا في الموسم المقبل. وعلى ضوء شكاوي رؤساء الأندية وعد رئيس الاتحاد سالم لوهيبي الأندية بأن يكون برنامج الموسم القادم مختلفا وخاليا من التأجيلات التي يمكن أن تضر بالمسابقة وتؤثر سلبا على الأندية ومستوياتها الفنية. الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات برئاسة حميد الجابري أعلنت عن أن برنامج الموسم المقبل سيكون مقنعا وسيجد القبول من الأندية، حيث تمت مراعاة كافة السلبيات والأخطاء بغرض التجويد والتنظيم الجيد. خسر منتخبنا الأولمبي أمام شقيقه القطري بنتيجة 2-0 خلال اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين في الدوحة. الخبر غاب عن صحافتنا المحلية وتابعته صحيفة الرأي القطرية التي عنونت: العناب الأولمبي يفوز على شقيقه العماني بثنائية. وكتبت الصحيفة: أظهر لاعبو العناب مستوى فنيا جيدا خلال شوطي المباراة، وهو ما جعل العناب يحقق هذا الفوز المعنوي الذي سيجعل من لاعبي المنتخب يقدمون مستويات أفضل في قادم المحطات وخاصة الرسمية منها، لأن مثل هذه المواجهات تضمن الاحتكاك والمنافسة مع المنتخبات الخليجية.
وصل إلى السلطنة مساء أمس الأول المدرب العراقي حكيم شاكر لتدريب نادي السويق من جديد بعد أن تركه مع بداية الموسم الحالي وخلفه الروماني إيلي بيلاتشي الذي أقيل بعد الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكذلك عطفا على النتائج المتواضعة التي ظهر بها الفريق في المباريات السبع الأخيرة في جميع البطولات المحلية والآسيوية. صحيفة عمان تابعت التدريبات وتابعت وصول شاكر فكتبت: حكيم شاكر يقود تدريبات السويق اليوم. وسبق لشاكر أن حقق الموسم الماضي للسويق بطولة الكأس الغالية ووصل بالفريق في نهاية الدوري للمركز السادس، وقدم عطاءات جيدة في البطولة الآسيوية أفضل نسبيا عن نتائج مشاركة النادي الحالية هذا الموسم. هذا وسيساند حكيم شاكر في مهمته جهاز فني مساعد مكون من العراقي مهند زيدان مساعدا للمدرب ومواطنه علي حسين معدا بدنيا على أن يبدأ تنفيذ أولى حصصه التدريبية بالنادي مساء اليوم. تتجه الأنظار بعد غد الجمعة إلى مباراتي إياب المربع الذهبي للكأس الغالية، حيث يلتقي السيب وصحار على استاد السيب الرياضي والنصر والشباب على أرضية مجمع صلالة الرياضي. وكان النصر وصحار قد أنهيا المهمة الأولى بنجاح حينما تغلب النصر خارج ملعبه على الشباب بنتيجة 3-1، بينما فاز صحار على ضيفه السيب بنتيجة 4-1. صحيفة كورة وبس قدمت الإياب فعنونت: النصر وصحار لتأكيد الانتصار، والسيب والشباب لريمونتادا تقلب الموازين. وبعيدا عن نتائج الذهاب فنحن أمام مواجهتان من العيار الثقيل، وخصوصا وأن الفرق الأربعة بينها طموح متفاوت، فالسيب والنصر سبق لهما أن ذاقا حلاوة التتويج بالكأس الغالية. في المقابل فإن الشباب وصحار يصلان للمرة الأولى لهذه المرحلة. النصر صاحب الأرض قطع نصف المشوار وعاد من ملعب الشباب بالفوز الكبير والمنطقي، وكذلك الأمر للصحار الذي أكرم وفادة السيب في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه. نتائج الذهاب غيرت في بعض الإدارات الفنية، فعلي الخنبشي مدرب الشباب لا يزال يقود ناديه في المنافسة، ولا يزال النصر متمسكا بالمدرسة المصرية التي يمثلها حمزة الجمل. وصحار تخلى عن مدربه محمد خصيب ليعود لمدربه السابق مراد مولاي الحسن، واستغنى السيب عن الصربي ديفور واستقدم الوطني الخبير مصبح حاشل. في إطار تعزيز العلاقات في المجال الرياضي بين السلطنة وفلسطين، التقى خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية بحضور طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية. صحيفة الرؤية تابعت فعنونت: الزبير يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين اللجنتين بما يخدم الشباب والرياضة. من جهته عبر رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية عن سعادته بهذه الزيارة متمنيا المزيد من النجاح للرياضة العمانية، ومؤكدا حرص واهتمام اللجنة الأولمبية الفلسطينية بتفعيل البرامج والأنشطة الرياضية المشتركة مع اللجنة الأولمبية العمانية. شهدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد نقاشات هادئة، وبدا على الأندية الارتياح التام لسياسة وعمل الاتحاد خلال الفترة السابقة. كان ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بقاعة المحاضرات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. صحيفة عمان تابعت فعنونت: نقاشات هادئة في الجمعية العمومية لليد وارتياح الأندية لعمل الاتحاد. وقدم نادي العروبة بعض المقترحات للاتحاد وتمثلت في وضع مباريات منافسات المراحل السنية في إجازة نهاية السنة، وكذلك إقامة المباريات في الإجازة الأسبوعية وزيادة عدد اللاعبين في الناشئين، ليكون الجواب بأنه سيكون هناك اجتماع تنسيقي بين الاتحاد والأندية لتحديد رزنامة الدوري وكل ما يتعلق بالمسابقات المحلية للاتحاد. عجيب أمر أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، حيث تذهب شكواهم التي تملأ صفحات الإعلام طوال الموسم أدراج الرياح عند عقد الجمعية العمومية، فلا نقاش مثمر ولا مداخلات تبين أين كان الخلل. هذا ما أشار إليه الإعلام مع النداف في مقاله المنشور على صفحات كورة وبس. نتابع. كما كان متوقعا، خرجت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم كما هي كل الجمعيات العمومية للاتحادات الأخرى
بالصورة الجميلة من خلال قراءة تقارير تجعل منها اتحادات مثالية على صعيد العمل المحلي في تقوية الأسس للعبة وتعامل منطقي ومدروس مع الظروف وتجاوز أو محاولات اقتربت من تجاوز كل الصعوبات. وما خرجت جمعية عمومية عقدت اجتماعها إلا وقدمت لنا صورة ناصعة وبيضاء جميلة متفائلة لحال اللعبة والرياضة بشكل عام وسهلت الأمور، بل ذهب بعضها لجعل الأمور أسهل مما يخطر على بال، وإن كان تبرير فشل أي منتخب يتبع لأي اتحاد منها هو الظروف الصعبة التي يعاني منها الاتحاد واللعبة لأسباب لا يمكن عدها وإحصاؤها. من خلال متابعتي ولسنوات طويلة للجمعيات العمومية لم نجد ولا واحدة منها اتخذت قرارا يعكس رغبة الأندية أو يلبي حاجات اللعبة ويذلل الصعوبات، بل تأتي كل القرارات كما يشتهي الاتحاد ويتمنى ويخطط، وهنا الطامة الكبرى، وهنا نقطة الضعف الكبير والواضحة، والتي من خلالها تستمر السلبيات وتبقى ثابتة وعالقة وتكبر وتزداد إعاقة. كنت أتمنى في أي جمعية عمومية خاصة عمومية اتحاد الكرة الذي اتحفنا بتقارير حولها الكثير من علامات الاستفهام والتناقضات، كنت أتمنى ولو إشارة إلى خطأ أو سلبية ارتكبها ذلك الاتحاد حتى يقنعنا بأنه مثله مثل كل اتحادات الألعاب الرياضية في العالم، وليس حالة خاصة من الاتحادات التي لا ترتكب أي خطأ وليس في سجلها أي سلبية. وهكذا وبعد هذه الجمعيات العمومية وما ينتج عنها، كل رياضاتنا وألعابنا بخير، والإشكالية فينا لأننا لا نستطيع مواكبة هذه الإنجازات الإدارية والفنية والمالية وهذه الاتحادات التي قدمت إيجابياتها بكل قوة ولم تذكر أي سلبية أو بالأحرى صعوبة إلا ما ندر، وبأنها زائلة قريبا بناء على ما قرأته في تقاريرها، هي اتحادات مثالية وناجحة ومتطورة. اتحاداتنا مثالية لا مثيل لها في العالم، وستكون موضع اهتمام من قبل كل الاتحادات العالمية للسير في الطريق الذي سلكته وحققت أهدافها. أما ما تشكو منه اللعبة فهي شكوى وصعوبات طارئة والاتحادات غير مسؤولة عنها، والدليل أن الجمعيات العمومية خرجت دون محاسبة أو مساءلة أو حتى اعتراض من قبل الأندية. وما يمكن قوله هو أنه لا يحق للأندية بعد الآن أن تتحدث عن إشكالية أو سلبيات لأي اتحاد طالما هي صمتت في المكان الذي كان يجب عليها أن تتكلم فيه وتكشف الحقيقة وتحاسب المسؤول عن تلك الإشكاليات. مبروك للاتحادات نجاحها، وإن كان هناك من جمعية عمومية ناجحة بامتياز فهي الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الذي أكد بصورة لا تقبل الشك أنه واجهة حقيقية لحال اللعبة وخير ممثل للأندية المشاركة في مسابقاته. وفعلا كما صرح نائب رئيس الاتحاد منذ فترة رغم كل الاستقالات والخلافات أنه لا شيء يعكر صفو العمل. نبقى مع أخبار الجمعيات العمومية، فقد أشادت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى بدور الاتحاد في التسويق وطالبت بزيادة عدد مراكز إعداد الناشئين في الأندية وتفعيل دورها على نطاق أوسع، كما أشادت أيضا بتوقيع اتفاقيات مراكز الاتحاد لإعداد الناشئين في ألعاب القوى، وذلك بحسب صحيفة عمان التي خرجت بعنوان كتبت فيه: جمعية القوى تشيد بدور الاتحاد في التسويق وتحث على تفعيل مراكز إعداد الناشئين في الأندية. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية لألعاب القوى برئاسة سعادة المهندس يونس بن يعقوب السيابي رئيس اتحاد ألعاب القوى، الذي أكد تخصيص موازنة لمراكز إعداد الناشئين بحيث تم تقسيم التكاليف وفق الموارد المالية للاتحاد، مشيرا إلى أن اتحاد ألعاب القوى يتكفل بالصرف على الأندية الثلاثة لمراكز إعداد الناشئين. يسدى الستار اليوم على منافسات دور الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بلقاء يجمع بين مسقط ونادي عمان في المباراة النهائية والتي تقام في الساعة 6:00 مساء بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن محمد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. صحيفة عمان تابعت فعنونت:
نادي عمان يسعى لتحقيق الثلاثية ومسقط للمحافظة على اللقب وإنقاذ الموسم. من جانب آخر يلتقي السيب وأهلي سداب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعدما فشل في الوصول للمباراة النهائية، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بالصالة ذاتها. فالسيب ذهب لمعسكر خارجي مع الشارقة الإماراتي، أما أهلي سداب فقد عاد من المشاركة في البطولة العربية والتي أقيمت بتونس. وارتأى مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد إسناد المباراة لطاقم بحريني مكون من حسين الموت وسمير مرهون، في حين سيدير أحد الأطقم المحلية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. توج المنتخب البحريني بالمركز الأول في مسابقة الفردي ضمن النسخة الثامنة للرجال والرابعة للفتيات في البطولة العربية للبولينج والتي تقام منافساتها بمركز السيب للبولينج. صحيفة عمان تابعت فعنونت: المنتخب البحريني يسيطر على الذهب في البطولة العربية للبولينج. وقد جاء هذا التتويج بعد أن حصد اللاعب يوسف فلاح ذهبية فرد الرجال، وحصدت نورة سلطان الميدالية الذهبية في منافسات الفتيات. وتمكن البحرين من إضافة الميدالية الثالثة من خلال منافسات فرد الفتيات بعد أن حلت اللاعبة نادي العوضي في المركز الثالث، بينما حصد المنتخب المصري للبولينج ثلاث ميداليات ملونة تمثلت في حصد اللاعبة سارة جمال الميدالية الفضية في منافسات فرد الفتيات، وحصد اللاعب أيمن هشام الميدالية الفضية برفقة أحمد جمال في منافسات الرجال. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام تصفحنا لجولتنا أو لصحافتنا المحلية. فاصل قصير نتحول بعده إلى جولة سريعة في عناوين الصحافة العربية. ضمن إياب أدوا نصف النهائي من مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، السيب على أرضه وبين جماهيره يحاول قلب الطاولة على صحار الفائز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدف. هذه القمة الجماهيرية بين السيب وصحار تشاهدونها على قناة عمان الرياضية في الأوقات التالية. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام ونبدأ جولتنا العربية من الكويت، حيث توج كاظم بطلا لكأس الاتحاد لكرة القدم بعد تغلبه على الشباب بركلات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية التي تابعتها صحيفة القبس لتعنون عليها قائلة: كأس الاتحاد كظماوي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف، وأضاف كل فريق هدفا لرصيده في شوط اللقاء الثاني ليستمر التعادل بهدفين لمثلهما ويذهبان إلى الأشواط الإضافية. ونجح الشباب في التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 103 في الشوط الإضافي الأول، أحرزه عبد الله حسين من مجهود فردي. وبعدها بثلاث دقائق فقط نجح كاظم في إدراك التعادل من ركلة جزاء سجلها المحترف ليما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبرتقالي. الاهتمام بالمظهر الخارجي مهم، لكن الأهم العناية بالداخل. هذا ما أراد قوله الإعلامي باقر دشتي في مقاله المنشور على صفحات القبس الكويتية. نتابع. قبل 30 عاما في عاصمة الأزياء ميلانو دخلت متجرا وعرضت مبلغ 300 دولار لشراء بدلة وشيء منها. هذه طريقتي في الشراء، أعرض مبلغ من المال وعلى البائع أن يكيف نفسه مع مشترياتي. اختار البائع شيئا ما بثمن 150 دولارا، رحت أصرخ به: أين البدلة والقميص والكرفتة؟ في ذلك الزمن كل كان ما يهمني هو مظهر الخارجي. ضحك البائع وقال: ريح ريلك يرتاح عقلك. بيت القصيد، وما استنتجته من هذه الحادثة أنك إن لم تؤسس أي شيء بشكل صحيح ومدروس فسوف يزعجك طوال حياتك، فهناك ما هو أهم من البدلة. اقتراح هيئة الرياضة بجعل الأندية الشاملة لست أو سبع رياضات ما هو إلا ضحك على اللحى، وهو يحول الأندية إلى مولات تجارية تدر المال على المستثمرين، لكنها لن تحقق أي ارتقاء في المستوى الفني للألعاب الرياضية. نحن جربنا الاستثمار في الأندية والاحتراف الجزئي لأكثر من 7 عجاف، فما الذي أضافته زيادة الميزانيات للمستوى الفني للألعاب؟ ونحن في تردد مطرد.
بضعة أسئلة طرحها على مجلس إدارة هيئة الرياضة والمدير العام الدكتور حمود فليطح. ترى ما هي بدائلكم للرياضات التي سوف تستغني عنها الأندية؟ هل تم التنسيق مع وزارة التربية التي يتشدق وكيلها فيصل مقيصد بالمهرجانات؟ وليس هناك فريق مدرسي واحد لأي رياضة؟ هل تم التواصل مع مسؤولي المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والتي تستقطب نصف سكان الكويت حول خططهم للرياضة المدرسية أو الجامعية؟ هل تم التواصل مع الدكتور حسين المكيمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حيث لديهم 40,000 طالبة وطالب وأفضل المنشآت وليس لديهم نشاط رياضي؟ هل تم التواصل بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة ورئيسها صلاح خورشيد الذي لم يرك الكرة في حياته لوضع قوانين تحث على خصخصة الأندية وتطبيق الاحتراف؟ فلنترك كل هذا ونتجه بسؤال لمعالي وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد المسؤول عن خطة الكويت 2035. هل في جعبتك وفريق عملك أفكار عن الرياضة وما ستكون عليه في ذلك الوقت؟ مقلت لكم، هل فهمتم الآن أن هناك مشتريات أهم من البدلة؟ بكل المقاييس جاءت مشاركة المنتخب القطري الأول في بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم التي توج بلقبها وأقيمت منافساتها في مدينة البصرة العراقية ناجحة ومفيدة وإيجابية من جميع النواحي، وهذا ما أشارت إليه صحيفة الراية التي عنونت صداقة مرصعة بالذهب. وكتبت الصحيفة، من أهم الفوائد الإيجابية والفنية التي حققها العناب في رحلة البصرة أنه واجه منتخبين قويين من المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2019 ومنتخبين من المنتخبات المعروفة على المستوى الآسيوي، فلا أحد ينكر قوة المنتخب العراقي أحد أبرز منتخبات القارة، ولا يستطيع أحد أن ينكر التطور الهائل الذي طرأ على المنتخب السوري الشقيق الذي كان حتى اللحظة الأخيرة قاب قوسين أو أدنى من مواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال روسيا 2018 لولا أنه تعطل أمام المنتخب الأسترالي. استعرض منتخب بلجيكا قوته أمام المنتخب السعودي وفاز عليه بنتيجة كبيرة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس على استاد الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018. صحيفة الرياض أشارت إلى وقع الخسارة فخرجت بعنوان رباعية بلجيكا جرس إنذار للأخضر قبل مونديال روسيا، وأنهى الأخضر المرحلة الإعدادية الثالثة بخسارة كبيرة في النتيجة، لكن بدون شك خرج مدربه الأرجنتيني إخوان بيتزي بفوائد فنية عدة على صعيد اكتشاف الأخطاء ومعرفة مشاكل الفريق الفنية، خصوصا وأنه لم يستقر بعد على تشكيلة ولا يزال يجرب عددا كبيرا من اللاعبين، إذ بدأ المواجهة بأربعة عناصر جديدة عن تشكيلة مباراة أوكرانيا الودية الماضية وأشرك في لقاء الأمس 16 لاعبا. هذا وأشار الإعلامي عبد الواحد المشيقح في مقاله المنشور على صفحات الجزيرة إلى أحد فوائد المباريات الودية التي خاضها الأخضر السعودي، لا سيما بما يتعلق بتطور مستوى حارس المرمى ياسر المسيليم. نتابع. لم أستغرب أبدا تألق ياسر المسيليم في لقاء منتخبنا الودي أمام أوكرانيا، فالمسيليم رغم حظه العاثر أحيانا مع عدد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه في ناديه أو المنتخبات لا للشيء إلا لأن الحارس المتألق لم يدخل مزاجهم، ورغم تلك الإحباطات إلا أنه ظل محافظا على نجوميته، وحينما تتاح له فرصة مشاركة يكون في قمة تألقه وجاهزيته ويذود عن مرماه ببسالة ويكون رجلا في المواقف الهامة والصعبة. ولعل الجميع يتذكر الدور الهام الذي لعبه عندما حقق الأهلي كأس الدوري، وقد قلت حينها بأن الحارس الأهلاوي دوره في تحقيق البطولة يأتي بالمرتبة الثانية بعد الهداف الكبير السومة، ولا يمكن لأحد أيضا أن ينسى دوره البطولي عندما حقق فريقه كأس ولي العهد أمام الهلال بعد طرد زميله المعيوف آنذاك. وقبل فترة أيضا ذكرت بأن المسيليم حاليا هو الحارس الأول في ملاعبنا دون نزاع. المسيليم يقدم في كل مباراة يشارك بها صورة من أجمل الصور التي يمكن أن نشاهدها لنجم متجدد ولاعب حريص على تطوير مستواه وملتزم بالتدريبات، والمدربون مع الأسف يصرون على ركنه احتياطيا
دون سبب مقنع يجعلنا نوافقهم في رأيهم ونلتمس لهم العذر فيما ذهبوا إليه. والغريب حقا هو عدم اختيار المسيليم من ضمن الحراس الذين التحقوا بمعسكر تدريبي في أكاديمية كان، رغم أنه برأيي أفضل الحراس الأربعة الذين تم اختيارهم للمعسكر. والجميع يتساءل عن أسباب غيابه، ومن المسؤول عن الاختيارات، وما دور المسؤولين في الأكاديمية عنها، ومن الذي يحكم على مستويات الحراس. الانتقادات التي وجهت للرئيس الاتحادي المرشح لمقيرن قبل أن يبدأ عمله ليس لها ما يبررها، حتى لو كان يراها البعض بأنها تأتي من باب التحفيز للعمل. من حق لمقيرن أن ينال الوقت ويمنح الفرصة كاملة قبل أن نصدر قراراتنا بنجاحه أو فشله في مهمة لم يستلمها بعد، حتى ولو كانت في مباراة ودية وأمام متصدر الدوري فتسعة أهداف كبيرة بحق الشباب. في الأساس لم يكن اتحاد القدم موفقا حين منع اللاعبين الدوليين المشاركة في نهائي الكأس. نجح المنتخب المغربي في تحقيق نتيجة الفوز بهدفين دون رد في ثاني مبارياته الودية التي جمعته بمنتخب أوزبكستان على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في إطار تحضيرات الأسود لنهائيات كأس العالم المرتقبة في روسيا منتصف شهر يونيو المقبل. صحيفة هوسبورت تابعت اللقاء فعنوانا تقول: أسود الأطلس يهزمون أوزبكستان بثنائية في ثاني المباريات التحضيرية لمونديال روسيا. واختار هيرفي نونار الدفع منذ البداية بالعناصر الاحتياطية في التشكيل الرسمي للمواجهة قصد تجريب أكثر من لاعب، مع الإبقاء على الحارس منير المحمدي في خطوة منه لمنح الحارس الأول فرصة خوض أكبر عدد ممكن من المباريات قبل المونديال، خصوصا في ظل فقدانه للمواجهات الرسمية هذا الموسم مع فريقه نومانسيا. واعتبر رونار أن الفوز في مباراتين إعداديتين في أقل من خمسة أيام أمام كل من صربيا وأوزبكستان يعد أمرا إيجابيا، خاصة بعد التغييرات الكثيرة التي أحدثها على التشكيلة الرسمية. وإلى مصر، فقد أبرزت صحيفة الأهرام تعليق المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرية على معسكر منتخب بلاده الأول لكرة القدم في سويسرا، والذي خاض خلاله مباراتين وديتين أمام اليونان والبرتغال وديا لتخرج بعنوان على لسانه يقول: تجربة أو أبو ريدة بعد الخسارة من البرتغال واليونان تجربة مفيدة قبل المونديال. وأشار بوريدا على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تجربة مفيدة لمنتخبنا نحو الاستعداد لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وكان المنتخب المصري قد خسر من المنتخب اليوناني بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا 2018. ومباشرة إلى الصحافة العالمية التي نستهل جولتنا فيها من ألمانيا، فقد نجح المنتخب البرازيلي في الثأر معنويا لهزيمته الساحقة بسباعية على يد المانشفت الألمانية من خلال التغلب عليه في عقر داره بهدف نظيف. صحيفة بيلد سلطت الضوء على كسر منتخب السامبا لسلسلة ألمانيا الطويلة من اللا هزيمة، فعنونت تقول: خيسوس يسرق سجل واكيم. حيث تفوقت البرازيل بهدف نظيف على ألمانيا في مباراة ودية لتضع حدا لسجل بطلة العالم الخالي من الهزيمة في 22 مباراة، وتثأر إلى حد ما لهزيمتها المنكرة في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014. وذكرت بيلد أن الهزيمة تعد هي الأولى لمنتخب ألمانيا تحت قيادة يواكيم لوف بعد 22 مباراة متتالية لم يتذوق خلالها الألمان طعم الخسارة، وذلك منذ هزيمتهم في 7 يوليو 2016 بهدفين دون رد في نصف نهائي يورو 2016، أي منذ 628 يوما. وفي قمة ودية أخرى، لقن المنتخب الإسباني ضيفه الأرجنتيني درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء في العاصمة مدريد ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم روسيا 2018. صحيفة الماركا تغنت بتألق الجوهرة الإسبانية إسكو في المتروبوليتانو لتصفه في عنوانها قائلة: مايسترو الأوبرا. حيث تألق إسكو نجم النادي الملكي وسجل 3 أهداف هاتريك ليقود منتخب بلاده
بحاجته إلى فوز كاسح ليواجه الماتادور الإسباني انذارا شديد اللهجة إلى باقي المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي. وقالت الصحيفة هزيمة تاريخية على الأرجنتين لأفضل إسبانيا في الآونة الأخيرة مع ثلاثية ساحرة من إسكو. وذكرت الماركا أن إسكو أصبح أول لاعب من ريال مدريد يسجل هاتريك مع منتخب إسبانيا منذ فرناندو مورينتس ضد الإكوادور في أبريل 2003. وفي مواجهة ودية أخرى أهدرت إنجلترا الفوز على إيطاليا في الدقائق الأخيرة بركلة جزاء جدلية وتعادلت معها 1-1 على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018 الصيف المقبل. صحيفة الإكسبرس تحسرت على ضياع الانتصار بسبب تقنية الفيديو لتكتب في عنوانها تقنية الفيديو تفسد حفلة باردي. فأمام 82 ألف متفرج في لندن استعاد جيمي فاردي طريق الشباك للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي منذ سنة في مباراة عجز لاعبو المدرب جارث ساوثغيت عن حسمها. وقالت الإكسبرس تقنية الفيديو تحرم الأسود الثلاثة من فوز معنوي على الطليان وتزعج الإنجليز بعد هدف رائع من فاردي. سجل النجم الفرنسي الواعد كيليان امبابي هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 3-1 على مضيفه الروسي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء في مدينة سان بطرسبورغ ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. صحيفة ليكيب تغنت بالنجم لتكتب في عنوانها الجبال الروسية. فقد قدم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان امبابي مباراة مميزة رفقة منتخب بلاده بعدما استطاع امبابي بهدفيه في مباراة الأمس أن يرفع مساهماته التهديفية إلى 78 مساهمة بواقع 49 هدفا و29 صناعة، أي أنه يصنع هدف في كل 86 دقيقة، أقل من مباراة بقليل. وقالت الليكيب وصل كيليان للمباراة رقم 12 مع فرنسا وما زال يؤكد أنه صاحب الأكثر إنتاجية وفاعلية هجومية خلال الفترة الحالية مع الديك الفرنسي. الآن إلى فقرة الكاريكاتير حيث نترككم مع أبرز الرسومات المختارة لهذا اليوم تعقبها عدسة الصحافة. بهذا نكون قد وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام تصفحنا لصفحات صحافة اليوم. قدم بإذن الله تصفح جديد لصحافة رياضية متجددة. حتى ذلك الموعد هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل. في أمان الله.